بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أنا العقيد الطيار نديم الحسن، قائد كتيبة جند محمد، وبالتعاون مع كتيبة الكرامة وكتيبة شهداء منبج الفوج الثاني من لواء التوحيد، تم بفضل الله تعالى تحرير عدة حواجز في محافظة الرقة والطبقة من أيدي عصابات النظام المجرمة، وتم بعون الله تعالى تأمين انشقاق 12 عنصر من عصابات النظام المجرم من مرتبات الفرقة 17 محافظة الرقة، وقد تم نقلهم إلى مكان آمن، وهذه هوياتهم. يا شعبنا في سوريا الجريحة، النظام ساقط لا محالة، قريبا وليس بعيدا، وسينتهي إلى مزبلة التاريخ، فاتحدوا وتوحدوا وكونوا يدا واحدة لتحطيم رأس هذا النظام المجرم وتطهير بلاد الشام من رجس إيران التي تمده بالمال والسلاح وجنود الحرس الثوري. فلا مكان في وطننا سوريا للقتلة والمجرمين ولا للعملاء والخائنين. وعاشت سوريا حرة أبية. تكبير. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.